كابتن شريف مبروك. عايز اسالك سؤال بس، هو الهدف المبكر اللي في الدقيقه 18 بتاع قفشه اثر على اداء لعيبه النادي الاهلي بدري؟ بقول لك ايه، الهدف ده هدف مهاري كويس، واستغلال لاحد انا بتكلم على الكرات الفرديه، تبعات الهدف. ما انا بقول لك استغلال لاحد الكرات الفرديه مظبوط، ولكن اللي حصل واحنا شفناه ده خارج عن نطاق اللاعبين كلها. ده واضح ان اللعيبه اجهاد، يعني ده مش الوحيد فيهم اللي هو خد احسن لاعب، لانه الوحيد فيهم اللي عنده حيويه وبيجري، ودي طبيعه شغله وطبيعه عمله وطبيعه ادائه. لو تفتكر مجدي عبد الغني زمان كان على طول بنفس المجهود ده وبنفس التحركات دي، وده عشان كده فضل يلعب لغايه ما وصل لمكانته في المنتخب. فهو تعب وارهاق اللي احنا شايفينه ده، انت احرزت هدف، ولكن احنا قاعدين نقول تفضل كده من وانت بتتفرج تحس ان اللعيبه مستسهله. لا، هي اللعيبه طلعت مش مستسهله، حتى اللي نزلوا كمان في حاله اجهاد، وفي حاله احنا عايزين الكره تمشي معانا عشان احنا تعبانين. يعني انا تعبان في الملعب فمش قادر ادوس في اتنين تلاتة وارجع اعمل الكاب باك وارجع تاني، لا انا تعبان. انا يعني بقالي ايه 9 ايام لعب 3 ماتشات مش كده؟ ده طبيعي جدا. انا موديش على فكره اعذار الراجل بتاع عمال الترحيل، فاكره؟ ايوه اللي كلمك ده؟ احنا عمال ترحيل، احنا بنطلع من العماره دي نخش العماره دي، نطلع من العماره دي نبني في العماره دي، ها؟ وهنفضل كده لغايه ها بنخلص المؤجلات بتاعتنا، وعندك مباراه مهمه جدا الماتش الجاي مش سهل، يعني ده مباراه قمه بعيد عن الدوري، ده دوري لوحده. صحيح. ف سؤالك ليه اللي هو احساسنا هنكسب في اي وقت؟ احنا عايزين بعد الجول، احنا عايزين نكسب في اي وقت، ولكن احنا مش قادرين. كل تلاقي فرقتنا راحت كلها سايبه اكرم في نص الملعب، ها، وكلها وقفت على خط ال 18 مستنيه الكره بتاع، يمكن حيالله قفشه هو اللي بياخد الناحيه اليمين شويه ويتطرف ويبقى عايز يعمل العرضيه اللي هي عملها في ماتش الزمالك قبل كده، وعملها في كل المباريات، واسلوب ادائه ومميزاته الحقيقه رؤيه اي لعيب بيقطع من الناحيه الثانيه يقدر يعملها له، ايام ما كان امام عاشور بيجي من ناحيه الشمال كان بيحطها له يعني. انما انا شايف ان اللعيبه تعبانه، لعيبه مرهقه جدا. الارهاق ده بيودينا فين يا ايمن؟ بنبعد التركيز، مفيش. اول ما بيحل عليك التعب التركيز بيقل، التركيز والحركه بعتمد على غيري. يعني انا قاعد دلوقتي مش في الفورم معاك في البتاع، بعتمد على ان ماهر يقول كلمتين حلوين اخد منه، عادل يقول فكره لو مش مركز، لو الدنيا مش مركزه، فهمتني؟ فهو التعب لما بيحل بيحل على التركيز، وبيحل على التصرفات، وبيحل على كل حاجه. من الشكاوتنج اللي عندك اللي هم قاعدين بره، اللي ينزل وعنده موهبه تصويب او حاجه تخلص مباراه، وده اللي كنا بنقول عليه. وغير ما اطول عليك، اي واحد عنده مهمه واحده وكوره واحده في كل اللي بيلعبوا دول يخلصوا لك المشكله. والحمد لله النهارده انها خلصت على كده. الفريق اللي قدامك قدم في المباراه كلها كورتين، وانا شاكك اصلا في ضربه الجزاء دي، يعني غريب قوي ان الفار ما عدهاش او اي حاجه، ولكن عدت، وربنا برضو ادانا حقنا وادانا كل حاجه لغايه لما نشوف كابتن ناصر عباس هيقول لنا فيها ايه الكوره دي، ونخش بقى عندنا 4 ايام دلوقتي على مباراه الزمالك. دول اللعيبه تلم نفسها، ودي هم تقدر تلحق؟ تلحق بقى. لا، دول عندهم بقى احساس المباراه دي حاجه ثانيه، ده العيد بتاعهم برضه. لا ده عيد ثاني وكده، لما بتلعب الزمالك ده قصه ثانيه خالص. صحيح. نوصل لها بالسلامه باذن الله. باذن الله.